ضارب معايا انت مالك اصبر انا غنقدم ونعطيك صدر اصبر 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 انا راه مع وحده الله بقاتني ادخل دو زيد هاد الدور لازم ادخل دو زيد دو زيد وفين وفين وانا شغاله بعد لزايا السلام عليكم السلام عليكم زعما جينا اليوم نشجعوا هاد الاسود ديالنا اللي رفعوا رايتنا وحمروا وجهنا وزعما هاد المغرب كله فرحان ليه اليوم وانا فرحانه ليهم وتمنيت ليهم الكاس يجيبوه لبلادنا زعما الصراحه ولكن فيها خير كل حاجه فيها خير يعني دائما انا دائما فرحانه وتنفرح لولاد بلادي دائما من طنجه حتى للقويره وكل شيء فرحان بهاد الاسود اليوم جيت اليوم باش نشجعهم وباش نشوفهم وباش نفرح معاهم ونستقبلهم وعاش الملك وعاش الملك وعاش الملك وفيف لغوا وانا دائما وديما غري لا رسول الله الى جا سيدنا محمد الله معاش العلي وعاش الملك وعاش الملك وعاش الملك وديما مغرب وفيف لغوا وفيف المغرب ودائما مغرب ودائما مغرب والله ينصر سيدنا والله ينصر سيدنا والله يخليه لينا وعاش الملك وانا دائما معاه وانا دائما راه كيشوفني ديما وكيعرفني ديما وانا دائما معاه فين ما كان وفين ما مشى انا دائما معاه وعاش الملك وعاش الملك انا بنت الرباط وبنت البوتات بارك الله عليك بنت البوتات السلام عليكم لالا شنو ديري اليوم جينا فرحانين اجت بنياتي والله ينصر سيدنا والله خلينا الدارك الملكي وديما نبقاو مغرب ديما 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 بغيت بلاد فرحانه اليوم فرحانه فرحانه بزاف 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 انا جبت بنياتي بجوج بابا ماما يجيو يكونوا جوج جبتهم والله يخليكم لينا ونبقاو ديما مغرب ايوا راس لافوكا راس لافوكا ديالنا الركراكي الركراكي ديالنا ما خلاني وديما بابا وديما زياج وديما حكيمي هما الاولاد كامل وسايس وهادشي عجبني هذا اللعاب ديال المنتخب كاملين ها كلشي زوين ما صحيح كنا حتى البنت تكمل نهينا كملي نهينا العرب كمل انا مغصبه نهينا السلام عليكم وعليكم السلام اخويا منين جيتي اختي جيت متميرة منين جيتي متميرة شنو جيتي ديري اليوم جيت نشجع المغرب نشجع الاسود تاعنا حاضر اللعابه ديال المنتخب ولا والو اللعابه ديال المنتخب كتعرفي سمياتهم لا ما تنعرفش اخويا سمياتهم انا كنتفرج كاع حتى واحد نصيري بوفي حكيمي بونو بونو الله يخليهم لنا ويخلي لنا صاحب الجلاله اخنوس قولي المغاربه اليوم فرحونا والحمد لله احنا معاهم في اي حاجه وشرفوا المغرب شرفوا الامه العربيه كامله والحمد لله ديما مغرب اذا موسيقى شوفوا معنا الاجواء هذه الاجواء جد رائعه هنا بمدينه الرباط كل شيء فرحان على قبل المنتخب المغربي الوطني احنا معاكم احنا فرحانين معاكم تبارك الله عليكم إذا شوفوا معايا مشاهدينا الأجواء هذه الأجواء جد رائعة بمدينة الرباط كل شيء فرحان كل شيء كنتظر اللحظة ديال الوصول ديال أسود أطلس كل شيء كيتسنى ما بقى والو باش يوصلوا أسود أطلس الله يخليهم لينا الله ينصرهم الله يوفقهم يا رب الجماهير المغربية كاملة عبرات على الفرح ديالها كيتسناو أسود أطلس كل شيء كنتظر ما بقى والو مشاهدينا غيدوزو أسود أطلس ما بقى والو غيدوزو اسود اطلس من هنا ما بقى والو غيدوزو اسود اطلس دابا من هنا ما بقى والو مشاهدينا ما بقى والو حنا معاكم يا اسود حنا فرحانين بكم بهذا الانجاز اللي قمتوا به بقطر مونديال 2022 حمرتوا لينا وجهنا خليتوا المغاربه كلهم يخرجوا الشارع يحتفلوا بكم الله يوفقكم الله يوفقكم الله يوفقكم الله يوفقكم يا اسود اطلس فمن دابا شويه غادي يجيو
شوفوا معايا شحال ديال المغاربة كاينين، شوفوا معايا شحال ديال المغاربة كاينين هنا في انتظار وصول أسود الأطلس. شوف معايا، شوفوا معايا مشاهدينا، شوفوا معايا الصورة الرائعة من مدينة الرباط قبل وصول أسود الأطلس. قبل وصول أسود الأطلس شوفوا شنو واقع هنا في مدينة الرباط. كل الشكر والتقدير لرجال الأمن، رجال الحموشي اللي واقفين أول الملتحقين وآخر المغادرين حفاظا على السلامة والأمن.